السلام عليكم وأهلا بكم في الدرس الأول من دروس suffixes أو لاحقات الكلمات suffixes lesson 1. احنا في الدروس بتاعتنا بتاعت البريفيكسز كنا بناخد مقدمات الكلمات اللي بيتم إلحاقها ببدايات الكلمات لتغيير معنيها أو إعطائها كلمة جديدة أو معنى جديد. النهاردة هناخد السفكسز اللي هي اللاحقات أو نهايات الكلمات اللي بتنضاف لنهاية الكلمة عشان تديني معنى تاني أو تحول البارت اوف سبيتش جزء من أجزاء الكلام لبارت تاني، يعني ناون لفيرب لأدجكتيف لحال وإلى آخره. able معناها capable of، قادر على أو كان يستطيع. example comfortable enjoyable comfortable enjoyable. age meaning noun يعني بتحول الكلمة لنون. example shortage courage shortage courage. and من ضمن معانيها adjective يعني بتحول الكلمة لصفة. example important brilliant important brilliant. are meaning adjective يعني كلمات بتحولها لصفات زي كلمة popular similar popular similar. أنت لها معنى تاني person يعني بتنضاف لنهاية الكلمات عشان تحولها للشخص، شخص له علاقة بالكلمة اللي موجود فيها. example زي ايه accountant count يعني يحسب accountant اللي هو المحاسب. servant serve يخدم servant اللي هو الخادم. are لما نضيفها لنهاية الكلمات بتحولها لأدجكتيف صفة زي كلمة necessary لازم أو ضروري. primary ابتدائي. eight بتحول الكلمة لفيرب لفعل زي كلمة create ينشئ أو يخلق. donate يتبرع. ال بتحول الكلمة لصفة adjective زي كلمة national قومي. normal عادي. ants meaning noun بتحول الكلمة لاسم. important مهم انما importance اهمية. entrance مدخل. side بتنضاف لكلمات معناها يقتل بيبقى فيها شيء من القتل سواء قتل النفس او قتل الغير زي homicide suicide homicide suicide. كراسي معناها جفر يحكم طريقة حكم نضاف لنهاية الكلمات يبقى فيها علاقة بالحكم زي ايه زي كلمة ديمقراسي ديمقراطية اوتوكراسي. دم بتحول الكلمة لنون. freedom حرية. kingdom المملكة. كده نكون انتهينا من lesson 1. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا بيه. أرجو تتابعونا وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.